فهاد الايام هذه تداولت بزاف ديال التصاور ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي فاستقبلهم جلاله الملك محمد السادس نصر الله. غير هي الحاجه المهمه فهاد الشيء اللي هضروا عليها بزاف الناس هي الامهات اللي جاوا معاه. وهاد الحاجه هذه بقات في قلوب المغاربه بزاف وهضروا عليها على اساس انه النجاح اللي وصلوا ليه ما كانش غادي يكون بلا هاد السيدات هادو اللي جاوا معاه. هذاك الشيء علاش بغينا نعرفوا علاش الام كتكون كتموت على ولدها او على بنتها بزاف، ولكن خصنا نعرفوا علميا. الام ملي كتكون حامله بالوليد كيبداو ينشطوا عندها بزاف المناطق اللي مسؤوله على التعاطف والخوف، وملي كتولدوا هذوك المناطق اللي عندها مسؤولين على التعاطف والخوف يزيدوا يكبروا بزاف، كتولي عطاشي بزاف بداك الانسان اللي خرج لها من الاحشاء ديالها. وهادشي كله سببه واحد المنطقه عندنا هنايا في دماغنا اللي سميتها الاميغدالا. هاد الاميغدالا كتنشط بزاف وكتزيد تكبر بزاف المخ ديال الام. هادشي اللي كيخليها مجرد ما كتشوف داك الوليد كتبتسم وكتفرح وكتحس بواحد الفرحه اللي هي كبيره. داروا واحد التجربه في 2017، جابوا مراهقين وجابوا الامهات ديالهم، سولوهم شي اسئله وركبوا لهم واحد التويشيات هنا في راسهم باش يعرفوا شنو هما المناطق اللي كتخدم ملي كيسولوا هذاك السؤال. ملي سولوا المراهقين قول لي شنو هي اسوء حاجه ممكن توقعها توقع ليك نتايا، كيقول لهم مثلا توقع لي شي حاجه شي حادثه ولا شنو هو، وكيقولوا لهم تخيل هاد الحاجه توقع لاقرب انسان ليك ولا اعز انسان ليك. كيشوفوا بلي داك المراهق كيتاثر بانه الا تخيل الوالده ديالو يوقع لها نفس الحادث، ولكن كيتاثر بواحد الطريقه نورمال، مي عزيزه عليا وما بغيتش يوقع لها هذه الحاجه. دابا ملي غيسولوا الام ويقولوا لها شنو هي اسوء حاجه ممكن تخيلها توقع لك، حتى هي مثلا قالت لهم شي حادثه مثلا، هنا ملي غيعاودوا يسولوها ويقولوا لها تخيلي ولدك توقع ليه نفس الحادثه، في الدماغ ديالها غيبانوا تاكتيفو واحد العيبات اكثر من في السولو على راسها، لدرجه ان الدماغ ديالها صدق ان ديك الحادثه وقع لها هي ماشي لولدها. هذاك الشيء علاش ملي كتجي كتعاود الوالده ديالك ولا كتشكي عليها ولا كتقول لها راه وقع ليا هذا البلان ولا وقع ليا هذا البلان كتحس بها بحال هذيك الحاجه حاسه بها هي، حيت بصح دماغها كيتيق ان هذاك المشكل وقع لها هي ماشي لولدها او لواحد الشخص واحد اخر. تهلاو في مواتكم، تهلاو في والديكم، الا ما عندكمش الله يرحمهم دعيو معاهم، وتهلاو ليا في راسكم نتوما، احبكم. عاوتاني كيسولني شنو مكتوب في هاد القبيه، نيشان مكتوبه مهما عليت انا مش فوق، مهما عليت انا مش فوق، تواضع زعما.